شباب انا مالي معبي عينك ولا ولقاك شوفي والله داني كلاوي ونار والله يا اخوان واقف عندك انت وياه واقف عندك سيد عصام مشان الله وين ابوك خير خير شوفي بشي الشرطه كمشوا لابي واخذوه على المخفى ليش شو سوا تعال هو ابو غالب وراح سافه شو قتله ايوه وين ضربه قدام بيته مشان الله احكي لنا مع ابو عصام يطلعه من الحبس ما بدنا يتحول على النظاره اي ولا يهمك بشي هلا انت تيسر وانا ادور لك على الوالد ان شاء الله اليوم ما بيبات بالحبس الله يخليك الله يوفقك مع السلامه يسلموا ايديك يا حمي ابو بشير